عاوزين نعرف ايه رأي حضرتك في الموضوع ده من ناحية من الجانب الديني. بسم الله الرحمن الرحيم، احمدك ربي حمدا معترف بآلائك ونعمائك، واشكر لك سابق فضلك وجميل نعمائك، واصلي واسلم على صفوة رسلك وخاتم انبيائك سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداهم وسار على الدرب القويم الى يوم الدين. ثم اما بعد، اولا المراه مخلوق عظيم، كائن رقيق، ويكفي ان الله عز وجل سواها بالرجل في الواجبات والحقوق، لكن درجة القوامة وهي المسؤولية تقع للرجل أولا. فالمرأة التي كرمها الإسلام يكفيها من الفخر أن الله عز وجل حينما ذكر الزواج كآية من آياته في الكون قال جل وعلا في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الست بطبيعتها الطبيعي أن هي لما تقرأ الآية وتتدبرها تدرك قيمتها صح. الله عز وجل لم يقل لتسكنوا معها، وإنما قال لتسكنوا إليها. إليها بمعناها إلى حرف تفيد الانتهاء، ومعنى ذلك أن الرجل يحط رحاله وهمومه ومشاكله في بيت في بيته بين يدي زوجته. فالسيدة بطبعها هي الملكة المتوجة على عرش بيتها، لابد أن يكون في تفاهم وترابط وتواضح ما بين الراجل وزوجته. أسلوب التناطح، أسلوب الأنانية، أسلوب أنا، أسلوب أول أسلوب بيبقى في هدم للبيت المسلم أو البيت بصفة عامة، مسلم أو غير مسلم. الإسلام لما وضع حد للقوامة بصورة النساء قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضكم على بعض. فالقوامة للرجل داخل البيت معناه أن الست بتخضع لمسؤوليته، هو المشرف عليها وهو المعلم لها وهو الموجه لها. لكن لو الست هتحط راس براس واحدة بواحدة إذن سينتهي البيت إلى غير رجعة. الست بطبعها البيت أم، والإسلام لما كرمها كرمها كأم وكزوجة وكبنت، لكن كونها تتطلب المساواة في كل شيء هذا أمر فيه مخالفة صريحة للشرع الحنيف.